يا الله، السلام عليكم شباب، اخوكم المغامر عبد الله العراقي. ان شاء الله اليوم رحلتنا راح تكون الى اثار بابل للحله ان شاء الله. هسه الساعه 6:30، التجمع راح يصير هو من 6 للـ7 بنزله الجسر مال الزعفرانية ان شاء الله. حضرنا الفويس كيف كملتي، واتمنى تتابعون الفيديو للاخير على مود تشوفون ايش راح يصير من المغامرات. حاليا احنا بتقاطع الزعفرانية الساعة 7:30، راح نتوكل. انتظرنا الشباب بس احنا صرنا 5، بعد عندنا ولد محمد انتظره بالطريق، ان شاء الله نصير 6 وراح نتوكل. خير وسلامة، شوفوا الفيديو للاخير ان شاء الله ويعجبكم. يلا بما الله حيوية من الصبح كفايين صعدوا طرحة ابو مصطفى ان شاء الله. وصلنا هنا الى سريع الدورة عالي ما عندنا شيء. هذول الوليد ما شاء الله قول نشاط. بابا بغداد السلام تودعكم. وصلنا بابا مال بغداد ان شاء الله. قطر ان شاء الله حد هسه قاطعين 21 كيلو. ان شاء الله طريق الحله غرب بغداد راح نطلع هيك تشوفوا قبل هناك طريق الحله. اخوكم المغامر عبد الله العراقي ان شاء الله البايس كلات راح نطلع. هاي تقريبا تعتبر ثاني محطة استراحة. هاي الولد الثاني يستراحون الولد ان شاء الله. شوفكم بخير. الله حسب القطعة تقول بعد 70 كيلو متر للحلة ولا نصل بالطريق. هذه دخلنا بالمحمودية. هذول الأبطال كابتن علي هلا 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 يا بطل. تقريبا نهاية الوهابية ما بقى شيء نكملها. منظر كلش حلو، اشجار حلوة، بساتين، هواء بارد. حاليا وصلنا هالسيطرة يسموها سيطرة 64، من هناك القطعة تقول الحلة بعد 55 كيلو. احنا لحد هسه قاطعين 54.5 كيلو. هاي ان شاء الله هسه باقي 55 كيلو للحلة. هاي يلا يا ولد، سرعة واحد سرعة واحد يلا. وقفنا يم ابو بويس ثلاث مصلح، عندنا خطيه الولد بايدراته تكسرت وقاعد ناخذ له بايدرات لان شاط بايدرات تجاريه. هذا حمودي البطل، هذا حمودي وهذا حمودي. ها لقيت بايدرات، هاي بايدرات. يا الله السلام عليكم شباب، بس حاليا مطعم ضيافه المطراوي ان شاء الله راح نرتاح هنا
نتغدى نغسل نصلي. هاي البايسكلات وقفنا على هناك في الحديقة. السلام عليكم. الحمد لله غدينا غسلنا كملنا صلينا وراح نتوكل صراحين الحمد لله وشكرا. ان شاء الله حاليا راح نتوكل. هاي الولد قاعد يتحضرون. يا الله شوكم شباب، حاليا قاعد مستراح يمس وقت بركة الحسين. الشباب منورين قاعد يستراحون. الولد هنا شلون المعنويات كابتن علاوي؟ حلوة بس اليوم يعني جو حار شوي. لا الهواء ضدنا اليوم قوي، اليوم الرياح عكسنا صارت. هسه ماشيين 77 كيلو ان شاء الله بعدنا بالطريق. دول الابطال حمودي حبيبي كابتن علاوي الذهب. هذا حمودي قاعد يمشي على كيف وراني. ايه حاليا ماشيين 82 كيلو وهاي القطعه بدون الحله بعد 25 كيلو. هاي ان شاء الله ما قطره والشباب كله شباب. ماشيين 90 كيلو ما بقى شيء ان شاء الله. هاي الملك بعد هذا حمودي والله بعدنا بالطريق. اجواء حلوه الشمس مثل قويه. الحمد لله والشكر عبرنا سيطرة الآثار. ما قصروا ويانا الولد بس شافوها وياتنا. عرفون احنا جايين من بغداد ما قصروا ابد الحمد لله والشكر. كباتن ابطال ما قصروا لحد هسه طاقه فول. يلا ما بقى شيء ان شاء الله. الحمد لله شكرا انجاز والحمد لله اخذنا صور تذكاريه صور فيديوهات. ان شاء الله هسه راح نطلع نروح نشوف الفندق قريب نبات فيه ونرتاح ان شاء الله.